ازيك يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ايه رايك في كل سنه العلاقه ما بين السيسي كل والعرجاني؟ سنه وحضرتك طيب الاول، كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بخير الاول. وسلام يا رب، ربنا يعيد انا عليك ما الايام عرفتش الطيبه. اتواصل معاك طول شهر رمضان يا رب. تشرفينا في كل وقت واي وقت يا ست ام محمد، ربنا اتفضلي. يخليك، ربنا يخليك يا رب يا الله استاذ يبارك احمد. في عمرك. يا استاذ احمد، احنا هنفضل انتوا ان الشعب هيفضل كده لحد امتى؟ يا استاذ احمد، ده ما بيستعانش الا بالحراميه، ده ما بيستعانش الا بالحراميه اللي شغال. يا استاذ احمد، هو بيستعين بواحد زي ده، بواحد زي صبري نخنوخ، بواحد زي التاني، زي اللي معاهم العظمه ويقدروا يحموه بالسلاح وبالقوه وبالقرف ده كله، الحراميه، علشان يفضلوا مقعدينه زيهم زي اسرائيل كده. احنا بقى الناس، الشعب هيفضل كده لحد امتى؟ هيفضل يقول رايه لحد امتى يا جماعه؟ انتوا لسه ما سمعتوش راي يا جماعه، انتوا لسه ما سمعتوش راي. هو ده ما بيستعينش الا بالحراميه، بالحراميه اللي معاهم سلاح، القوة اللي بتغزل اللي بتغلب. ها انتوا هتفضلوا بقى لحد امتى؟ يا 100 مليون و10 ولا و15، هتفضلوا كده لحد امتى؟ هتفضلوا تصيحوا على القنوات وتعيطوا وتقولوا مش لاقيين ناكل ومش لاقيين نشرب ومش لاقيين ومش لاقيين، والدنيا غاليه والميه غاليه والنور غالي والزفت غالي والاكل غالي، هتفضلوا لحد امتى؟ يعني هم دول لو معاهم 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون 10 مليون، انتوا 100 مليون، هتفضلوا لحد امتى كده؟ انا عايز اعرف حد يقول لي الراي يا جماعه في رجاله مصر وناس مصر ومخاليق مصر وكل ده، هتفضلوا لحد امتى كده؟ هتفضلوا تصيحوا كده على القنوات؟ طيب هتفضلوا تعيطوا كده؟ طيب انا بشكرك يا حاج محمد. مش غلط ان الناس تشكي، بس الغلط ان يبقى الشكوى هي الحل الوحيد. انا فاهم حضرتك جدا، بشكرك على مداخلتك معانا، واهلا وسهلا بيكي دايما.